صباح الفل على حضراتكم، صباح جميل ويوم جديد ان شاء الله مليان محبه ومليان خير ومليان ابتسامات وحاجات حلوه. بصبح على حضراتكم، بستمر معاكم في حلقه جديده من صباح دريم. ان شاء الله عندنا كل اليوم كل اللي يعجب حضراتكم، كل يوم افكركم بحاجات حلوه موجوده في حياتنا، وكل يوم اقول لكم صباح الفل، وكل يوم اقول لكم ان كل يوم بدايه جديده، فرصه جديده من ربنا، خطوه جديده في حياتنا، صفحه جديده نفتحها مع كل الحاجات اللي كانت مضايقانا ومزعلانا، نبدا نكتب من جديد حاجات حلوه، وان شاء الله نقدر نغير كل اللي فات في حياتنا ما كانش حلو. انتهزوا دايما كل بدايه، وانتهزوا كل يوم، وكل يوم نقول الحمد لله ان احنا بدانا حياتنا، ان احنا صحينا من النوم، ان احنا لسه عايشين، وقدامنا فرصه نغير، وقدامنا باب مفتوح نصلح فيه الغلط، قدامنا باب للتوبه، قدامنا باب للرجوع الى الله. في تفاصيل كتيره جدا ممكن نبدا نعملها مع بدايه كل يوم بنقول لبعض فيه صباح الفل. النهارده معانا مجموعه من الفقرات، لفه كده ونشوف معاكم اخبار ام الدنيا ايه، ونشوف معاكم الحال واصل لفين في مصر، وبرده نشوف معاكم حاجات عالميه. النهارده كمان معانا مجموعه من الفقرات، في فقره سجلناها لحضراتكم كانت بخصوص زراعه الاعضاء. النهارده هنتكلم عن زراعه الاعضاء في المستشفيات الحكوميه. اتكلمنا عن الفتره اللي فاتت ظهر الموضوع بتاع القرنيه والحق في ان احنا ناخد قرنيه المتوفى وقصص كتيره كده. النهارده بقى نروح للشق الثاني الخاص بزراعه الاعضاء. احنا حقنا ايه في ان احنا نروح مستشفى حكومي ونطلب زراعه عضو معين، زراعه بقى قرنيه ايا كان، وايه الخطوات والاجراءات، الدوله والمستشفيات الحكوميه واصله فين في الملف ده. دي النهارده هتكون وقفتنا، هتكون مع الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابه الاطباء ورئيس لجنه اداب المهنه السابق، وهتكون فقره مسجله هسيب حضراتكم تستمتعوا بيها وتشوفوا فيها المعلومات الجديده، وارجع اقابل حضراتكم بعد كده مع ضيفنا ابانوب منتصر. ابانوب هو الفائز بالمركز الاول في الفيزياء في مسابقه ملتقى العلوم الاسيوي. دي كانت مسابقه معموله في اندونيسيا، وهو عمل مشروع لاعاده تدوير المخلفات. النهارده هنشوف ابانوب وصل لفين، وبدا فكرته ازاي، ومين اللي شجعه، ايه الخطوات اللي خدها. الفقره العلميه دايما بنقف فيها وقفه كده سريعه مع حضراتكم ومع اولادنا الصغيرين، شباب بيعمل حاجات حلوه، عشان نعلم الاسر والاهالي الشباب دول بداوا خطواتهم ازاي. بنشوفهم بدري في اول الطريق عملوا ايه، بنشوف حماسهم، وممكن حد من اولادنا والشباب الصغير لسه مقبل على الحياه يشوف حد ويشوف واحد نجح ويشوف شاب من سنه بيعمل حاجه حلوه فيبدا ياخد نفس الخطوات. بعد كده اروح معاكم للكاتبه سهير المصطفه رئيس اداره النشر في الهيئه العامه للكتاب، وعندنا قصص بقى ورحله في ثقافه وعلوم الكتب كتيره جدا النهارده هتكون، او طويله هتكون الوقفه معاها. وبعد كده هنسيب حضراتكم مع اصوات حلوه وفنون. دي النهارده فقراتنا. كل يوم بقى فكر حضراتكم بايه؟ فكر حضراتكم بقيمة من القيم اللي موجودة في حياتنا، لو ركزنا فيها شوية حياتنا تبقى أسهل وتبقى أبسط. داخلين على أيام مفترجة، إحنا في أيام جميلة وليال عشر ربنا أقسم بيها، عندنا العشر الأول من ذي الحجة، ما بين الصيام والقيام والتقرب إلى الله بالأعمال وكل الحاجات الجميلة دي وصولا إلى العيد. إيه أجمل حاجة ممكن نعملها ونتقرب بيها إلى الله، واللي بيتقرب إلى الله بيقرب الله منه من يحبونه. إحنا نقدر نروح نوصل رحمنا، صلة الرحم، صلة الرحم، ومش بس صلة الرحم مع الأقارب، ممكن نوصل كمان الناس اللي بتحبنا. مش لازم نستنى اليوم العيد الصبح عشان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، عشان نبعت رسائل لطيفة ونقول للناس احنا موجودين وفاكرينكم، أو نرفع مكالمة تليفون كده يعني روتينية صباح الفل كل سنة وانتم طيبين عاملين ايه. لأ، المفروض ان احنا على الاقل لو احنا قاطعين حد الفتره دي نبدا نفكر نوصله تقربا الى الله. اوصلوا الناس اللي بتحبكم، قربوا من الناس اللي بتحبكم، ادوا فرصه للناس اللي بتحبكم. حياتنا مليانه ناس كتير ممكن يبقى لهم حق علينا بس احنا مش مدينهم الحق ده، او احنا مقصرين في حقهم. الاقارب، ناس تقول اصل في مثل بيقول الاقارب عقارب، نبعد عنهم وما نختلطش بيهم وبيغيروا مننا بيحقدوا علينا ونواياهم وحشه، واصل الغريب احسن من القريب، والكلام ده كل الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله مش صح. حتى لو واقعيا بيحصل، حاول تخرج الفكره من جواك وتخرج الفكره من دماغك. انت بتعمل حاجه لوجه الله، بالتاكيد اي حاجه ربنا فيها خير مش هيرجع لك منها الا الخير. انت بتقدم خير، هم بيقابلوه مش حلو، مش مشكله، قدم الخير لله، اوصلهم لله، اسال عليهم لله، زورهم لله، هات لهم حاجات بسيطه وانت رايح لاولادهم وليهم لله لوجه الله. كل ده انت بتعمله ربنا، حتى لو هم قابلوه بوش مكشر، وحتى لو قابلوه برخامه، وحتى لو ردوا على المكالمات دي بتقل دم، وحتى لو استقبلوك في البيت مقابله مش
لطيفة، مش لازم انت تاخد الموضوع على أعصابك وتقول لا دول ما يستاهلوش وانا مش هكلمهم، لا كلم قرايبك، اوصلهم، اسأل عنهم، ما تبقاش مقطوع من شجرة وما تبقاش مقطوع من أصلك. كل واحد مننا لازم يرجع لأصله ولازم يوصل للناس اللي حواليه. اوصلوا الناس اللي حواليكم، حبوا الناس اللي حواليكم، اسألوا عنهم حتى لو هم مش كويسين معاكم. انتوا بتعملوا أي حاجة بتعملوها بتعملوها لله. الرحم معلقة بالرحمن، من وصلها وصل الله ومن قطعها قطع الله. اوصلوا ربنا بان انتوا توصلوا رحمكم، تسالوا عن حبايبكم، تكلموهم في التليفون. ومش لازم بقى الرسائل، نحاول نخرج من جو الرسائل السخيف ده، نعمل رساله واحده فلان الفلاني يحييكم ويهنئكم بمناسبه العيد، ونبعت لقائمه الاسماء اللي عندنا كلها وهم يعملوا رساله. ده موضوع سخيف جدا وبايخ جدا وما فيهوش اي انسانيه. ومش متخيله حتى ان انا لما اكتب رساله كده وابعتها للناس ان انا يعني بيني وبين نفسي اقول لا اكيد انا مش هاخد عليها ثواب. الثواب ان انا اوصلهم، اكلمهم، اسمع صوتهم، اطمن عليهم، اضحك في وشهم، اقول لهم كلام حلو حتى لو دمهم تقيل. اكيد حوالينا ناس كتير نفوسها مش حلوه ونفوسها مش طيبه ونواياها مش حلوه، مش لازم كل الناس تحبك وتفرح لك وتبقى جنبك، لا، انت قدم الخير، انت افرح للناس، انت اوصل للناس الحلوه اللي حواليك. وانت ممكن كمان وانت بتحب الناس اللي حواليك، وممكن وانت بتتعامل معاهم، اهل بيتك طبعا بالتاكيد اولى بالكلام الحلو. ممكن تجيب لهم ورده حلوه كده وتقول لهم كل سنه وانتم طيبين، تجيب لهم حاجه حلوه. واحنا بنتكلم عن الورد نقول ايه؟ نقول الورد جميل. مع الست ام كلثوم.